اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح اعمل معكم بريوش محشي بالشوكولاتة، بريوش قطني الى درجة ما تتخيلوه، من داخل غرقان شوكولاتة بالعجينة السحرية القطنية. تابعوا الفيديو حتى النهاية وشوفوا الطريقة بالتفصيل. لتحضير العجينة جبت وعاء وخليت فيه 80 ملي من الماء الدافئ و80 ملي من الحليب الدافئ، خليت معاهم ربع كوب من السكر وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. خلطت المكونات جيدا حتى تأكدت ان الخميرة والسكر ذابوا، بعدين ضفت ملعقتين كبار من الزبدة المذابة وضفت عليهم بيضة وضفت عليهم ملعقة صغيرة من الفانيلا ونصف كوب من الزبادي، وخلطت المكونات جيدا مع بعض مثل ما شايفين. هذه العجينة عجينة قطنية سحرية رهيبة. وبعدين راح أضيف الدقيق. في البداية أنا ضفت 3 أكواب من الدقيق مثل ما شايفين، طبعا أي كوب يكون متوفر معكم في المطبخ. ضفت 3 أكواب دقيق، ملعقة صغيرة من الملح، ضروري الملح نخلوه مع الدقيق ونبعدوه كل البعد عن الخميرة، لأن الملح يمنع الخميرة من أنها تتفاعل، فلازم الملح دائما نخلوه مع الدقيق آخر شيء يعني. المهم خلطت المكونات جيدا وابتديت أعجن شوي شوي. أنا هنا ابتديت أعجن شوي شوي، لاحظت أن العجينة ما زالت تلتصق، فما زال يحتاج لها دقيق، فهنا أنا ضفت لها نصف كوب ثاني من الدقيق ووصلت في العجن مثل ما شايفين. يعني كمية الدقيق كلها على بعضها صار عندي 3 أكواب ونصف، ومثل ما شايفين ابتديت أعجن شوي شوي بهالطريقة، وهذا صار قوام العجينة النهائي. لازم قوام العجينة يكون نفس هذا القوام مثل ما شايفين، يعني عجينة ما تلتصق في اليد ويكون قوامها قوام طري مثل ما شايفين. بعد ما جهزت العجينة وعجنتها تقريبا مدة 5 دقائق، غطيتها بالنيلون وخليتها ترتاح مدة نصف ساعة، وهذا شكل العجينة بعد ما ارتاحت نصف ساعة. شوفوا ما شاء الله كيف عجينة قطنية رهيبة، شوفوا ما شاء الله كيف قوام العجينة، هذا هو القوام المطلوب. هنا على سطح العمل رشيت شوية دقيق وجبت العجينة كلها، وبعدين قسمت العجينة إلى 4 قطع مثل ما شايفين. وبعد ما قسمت العجينة إلى 4 قطع أخذت كل قطعة وشكل أخذت كل قطعة وشكلتها على شكل كرة مثل ما شايفين. طبعا ونحن نشكلهم على شكل كرات نخليهم على جنب، مهم جدا أن نغطيهم حتى ما ينشفوا معنا. وهذه 4 كرة. بعد ما شكلت كل الكرات وغطيتهم على سطح العمل رشيت شوية دقيق وجبت أول حبة من كرات العجين وابتديت افتحها شوي شوي بإيدي، وبعدين فتحتها باستخدام القلقال مثل ما شايفين. بعد ما فتحناها بهالطريقة جبت ملعقة صغيرة من الشوكولاتة القابلة للدهن، الشوكولاتة اللي نستخدمها للساندويتشات، خليت منها ملعقة صغيرة ووزعتها. بعدين جبت شوكولاتة الجالاكسي، جبت 2 حبات من شوكولاتة الجالاكسي خليتهم فوق الشوكولاتة القابلة للدهن على أساس البريوش يجينا غرقان شوكولاتة، فحبيت أنا أزود من كمية الشوكولاتة وأعمل 2 نوع من الشوكولاتة. وبعدين لفيت العجينة مرة واحدة، بعدين ابتديت اجرح العجينة مثل ما شفتوا في الفيديو، وكملت لفيت البريوش، بعدين سكرتها من الجانب مثل ما شفتوا في الفيديو، واول بريوشة صارت جاهزة معنا. راح نبتدي نشكل البريوشة الثانية بنفس الطريقة، راح نفتحها مثل ما شايفين، وبعد ما نفتح البريوش راح نخلي فيه ملعقة صغيرة من الشوكولاتة القابلة للدهن ونوزعها مثل ما شايفين، بعدين نخلي 2 حبات من شوكولاتة الجالاكسي، وبعدين راح نلف البريوش، نلف أول لفة ونسكر بالطريقة هذه مثل ما شايفين، وبعدين نبتدي نجرح بالسكينة بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو مثل ما شايفين. طريقة التشكيل جدا سهلة وبسيطة، ما تأخذ منكم وقت ولا مجهود. وبعد ما جرحنا البريوش بالسكينة مثل ما شفتوا في الفيديو راح نواصل في لف البريوش بنفس هذه الطريقة، ومهم جدا من الجانب ان نسكره،
ومثل ما شايفين ثاني بريوشة صارت جاهزة معنا. بعد ما جهزنا كل البريوشات هنا على في صينية الفرن أو في ورق الزبدة، طبعا صينية الفرن لازم تكون مدهونة بالزبدة، وإذا في عندكم ورق زبدة ما لازم. فخليت أنا البريوش فوق ورق الزبدة، ومثل ما شايفين شكلت كل حبات الأربعة بريوشات، شكلتهم على شكل دائرة. شوفوا كيف ما شاء الله بهالطريقة بالضبط، ونحن نشكلهم على شكل الدائرة ضروري إن نلصقهم في بعض مثل ما شفتوا في الفيديو. هنا بعد ما شكلت البريوش على شكل دائرة كلهم، خليتها في صينية الفرن وغطيتها بورق نايلون، وخليت البريوشة حتى تختمر مرة ثانية مدة 40 دقيقة. ضروري ان نخليها تختمر مرة ثانية مدة 40 دقيقة بعد التشكيل، حتى تجينا من داخل قطنية وما يكونش فيها اي يعني ما تكونش من داخل معجنة. بعدين دهنت البريوشة بشوية حليب مدهون بالسكر. البريوشة قبل ما دخلتها للفرن دهنتها بشوية حليب، الحليب فيه ملعقة صغيرة من السكر، وبعدين دخلت البريوشة للفرن على درجة الحرارة 180 من فوق ومن تحت، تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة. وهذا شكل البريوشة النهائي بعد ما طلعناها من الفرن. أنا بعد ما طلعت البريوشة من الفرن دهنتها بشوية شيرة اللي هو القطر. إذا مش متوفر عندكم شيرة القطر ادهنوها بشوية مربى إذا متوفر، وإذا مش متوفر اعملوا شيرة بوحدكم في البيت. اعملوا ربع كوب من السكر، عليه ربع كوب من الماء وعصرة ليمون، وخليهم يغلوا 10 دقائق وبيكون القطر جاهز. ممكن تدهنوا به البريوش مثل ما قلت لكم. وبعد ما دهنت البريوش رشيته بشوية لوز مفتت مثل ما شفت، وبريوشنا صار جاهز. شوفوا ما شاء الله كيف البريوش قطني الى درجة كبيرة، غرقان شوكولاتة من الداخل. لهذا السبب انا حبيته يجي غرقان شوكولاتة، فزودت في كمية الشوكولاتة، خليت نوعين من الشوكولاتة حتى يجينا من داخل مليان شوكولاتة. اتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم.